للغرافة، المحاولة قائمة للشيخاوي بالكعب، واحدة ثنتين ثلاثة، والله الله 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 على الكعب اللي يحضر ياسين الشيخاوي باتجاه لورانس. لورانس يسجل أول أهدافه وأول أهداف الغرافة. حلوة حلو، الله على الشيخاوي والكعب، وعلى طول من لورانس وضعها وضع صعبة على حسن إدريس. صعوبتها تكمن في قرب المسافة. حسين متولي وحسين ياسر يبحثون عن راس الساشق. متولي أوبا أوبا، قال مسامح بالبلنتي، جابها متولي جابها متولي. الله 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 الله، خدع قاسم برهان والمعلق والمدرجات وكل من توقع أنه سيرسلها عرضية باتجاه ساشا، لكنه وضعها وضعها بطريقة فنية عالية، وكأنه يقول شوف شوف جول 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 في المكان الصعب على قاسم. خدع فيها قاسم برهان، كان قاسما لظهر قاسم برهان، هكذا برهن عن قدراته محسن متولي اللي وضعها. يا سلام الوكرة، عاد عاد يا ناس، متولي أمام قاسم برهان، الوكرة يفوز على الغرافة ولا لا؟ يفوز يفوز، ثلاث نقاط للوكرة، انتهت المباراة بفضل محسن متولي النواخذة، أبحروا للمرة الثانية وتجاوزوا الغرافة ووصل القفطان محسن متولي بسفينة الوكرة إلى بر الأمان وإلى الفوز وتسجيل ثلاث نقاط وتكرار السيناريو. هنا كرت أصفر على المهدي علي، محسن متولي وقاسم، حاول فيها قاسم لكن الكرة في النهاية في الجول، الموج الأزرق هدر ونجح النواخذة في تجاوز الفهود وتسجيل ثلاث نقاط. سمينة سمينة.